فقدنا هذا اليوم امرأة فاضلة كريمة من النساء الصابرات في محافظة الأنبار، لا وهي الحاجة فاكرة الكبيسي. امرأة كريمة فاضلة كان لها مواقف في دعم المحافظة بالكلمة، دعم المحافظة بالموقف، ورفع من همم أبنائها خلال مراحل التحرير وما بعد التحرير، مراحل الإعمار والبناء. ندعو من الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم ذويها الصبر والسلوان، ونؤكد أننا سنكون حريصين وأمناء على الأمانة التي كلفنا بها أبناء هذه المحافظة ومن ضمنهم المرحومة الحاجة فاكرة، وأن نعمل ليل والنهار لحفظ كرامة هذه المحافظة وحفظ أبنائها وإعمارها وأمنها واستقرارها، ونتصدى لكل المشاريع المشبوهة والمشاريع الخبيثة التي أدت إلى زعزعة الأمن في الفترات السابقة في المحافظة، وأدت إلى ما أدت إليه من مراحل نزوح ومراحل دمار وخراب. وفي نفس الوقت سنتصدى لكل حاقد ولئيم لا يحب ولا يود هذه المحافظة وأهلها، سنتصدى لهم بقوة ونفرض أمن واستقرار هذه المحافظة، لا مكان لهم بيننا ولا ترحاب لهم معنا، وإن شاء الله تبقى المحافظة كريمة بأهلها ودائما مستقرة وفي أمن واستقرار دائم. وهذا ما أشرت إلى أنه كانت لها الكلمة وكان لها الموقف بدعم المحافظة ودعم كوادر المحافظة ودعم أبناء المحافظة، هي وكثيرين كان لهم هذا الموقف، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية بكل وقت إن شاء الله. شكرا.